سحب الدخان الكثيفة ما تزال تحوم في سماء العاصمة صنعاء، فالوضع لا يختلف كثيرا فيها وإن كان هادئا خلال الأسابيع القليلة الماضية. الرعب عاد للظهور مجددا بين ساكنيها جراء قصف التحالف جبل النهدين، وعندما يقصف هذا الجبل فالانفجارات لا تتوقف والدخان المتصاعد لا يترك متسعا لأحد إلا لتهويل المشهد. القصف استهدف أيضا مقر قوات الأمن الخاصة بالقرب من ميدان 70 ومنطقة حدة ومبنى الأمن المركزي ودار الرئاسة. طائرات التحالف حلقت بكامل سماء الجمهورية ليطال قصفها أيضا مواقع متفرقة بمحافظات عدة، منها استهداف مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقتي خارف وخيوان بمديرية حوث في محافظة عمران. أما في محافظة الحديدة استهدف الطيران مبنى الأمن المركزي في شارع جمال ومنطقة الدوار وبيت الشعب، ولا أنباء عن سقوط ضحايا. وفي تعز قصفت المقاتلات الحربية منطقة الربيعي بالضباب غربي المحافظة في محاولة منها لدعم جهود المقاتلين على الأرض من السماء، تزامنا مع مواجهة عنيفة في تلك المناطق.